نحن أمام أمطار عاصفية تحل ببلادنا، وهي أشياء طبيعية تقع في جميع البلدان. وأحسن جواب لهذه الأحوال هو الإنسان المغربي، يعني وتصرفه. وأنتم شاهدتم في تقاد الشبان اللي التقطوا جثث النساء اللي كانوا ماشيين الحفل، يعني بالذهب وبالحلي، وأتوا بهم بدون أن يغيروا ولا شيء. هذا بسمو الأخلاق والقوة المعنوية عن الشعب المغربي. هذه رسالة عظيمة. الآن نحن أمام أمطار، يجب على كل من يمكن أن لا يسافر في الجمعة والسبت أن لا يسافر، وأن يترك المرور للأشياء الضرورية، وأن المجتمع المدني يتجند على مستوى المحلي، لأنه هو القوة الكبيرة الأساسية التي تعرف كل مقر وكل بلاد باش تأخذ إجراءات إلى جانب السلطات للحماية والوقاية. وشعبنا قادر أن يتجاوز كل هذا الشيء، وسيكون لنا إن شاء الله درس لنحسن ظروفنا بطريقة أحسن وأفضل إن شاء الله. وعلى كل حال ستمر وسنأخذ الدرس ونصلح البلاد، وسينكر إن شاء الله المغرب ظاهر، وهذا الشهداء هذه يكون عبرة ودرس، وغيكون إن شاء الله يخلف منا الله بجزاء كبير. سلوالي إلى جانب الأخلاق التي تتمتعوا بها المغاربة، هناك مطالب أنه خاص تدخلات في الحي، وقاية المدنية خاصة تكون مجهزة. لما يكون كارثة عامة لا يمكن أن يكون التدخل في كل نقطة من المغرب، لأن الوسائل لا يمكن، لأن مثلا ليزومبيلونس مثلا ما يقدروش يدخلوا في الغيس، كان المفروض يدخلوا شاحنات. كاين شاحنة دخلت تاكانت يسوقها بطل، لأنه هو اللي استطاع يدخل ويجيبهم حتى يوصلوا من ليزومبيلونس، وهو شريف ولا يعتبر أنه اللي كان يسوق شاحنة كدير نفايات وهي نظيفة آنذاك أنه ليس شريف، هذا عمل شريف. ولذلك النقاط كلها لا يمكن في لما تكون الشتاء في كندا ولا في أمريكا ولا ميكان كتبقى الاحتياطات فقط، أما العلاج والصيانة تأتي ما بعد وليس في حينها. لا يمكن يعني حل كل المشاكل في حينها، لأن الطرق تقطع والمواصلات تقطع، لأنه تحطوا وتقطع حتى المواصلات السلكية يعني بالتليفونات، وإذا يصعب يعني بعض المرات أنك توصل في كل مكان في نفس الوقت. ولكن تنعرفوا سي الجواري بان جهه قلميم مثلا فيها تكانه عسكريه كبيره، وممكن للقوات المسلحه القوات المسلحه لما يكون الجو لا يسمح بالطيران في هناك هليكوبترات كادت ان تكون يعني فاجعه، لانه هناك الاسلاك الكهربائيه، ولما يكون ظلمه والرياح لا يمكن ان تطير الهليكوبترات، ولا يمكن ان تعالج كل مشاكل الفيضان بالهليكوبتر، وخصوصا الفيضانات شيء طبيعي. اللي ماشي طبيعي هو اللي يفتعله الإنسان، إما دار قنطرة ماشي محلها، إما دار واحد الفيراج ماشي محله، إما بنى شي حاجة وحول الماء، إما جا هو سكن في الواد. كل المخاطر للفيضانات هي بفعل الإنسان، ولا يمكن أن تحلها.